Peace out everybody. أول شيء إذا مو مشترك بالقناة راح تشوف بوكس أحمر تحت. أكبس أمه يا شيخ. طيب أسبوعين ما نزلت شيء. ليش؟ آخر فيديو نزلته قبل 3 أسابيع بعنوان أجمل سكن عزبية بأمريكا. روح شيك عليه. بعد هذا الفيديو رحت على سنسنات. اللابتوب من شريته 4 شهور فجأة طفى. جديد. 4 شهور ما أخذ. فجأة عزم يطفي. ليه؟ ما أدري. بعدها وديته أبل ستور. أبل ستور طولوا على مرسلولي وعشان كذا تأخرت في الإنتاج. وأول ما وصل اللابتوب على طول بديت أمنتج وأنا أعتذر على التأخير. يلا نكمل الفيديو. نصحى من النوم جهز الأغراض بعدها فطور. يلا نمشي. انا جيت هالبلد واخذت لي كورس. الكورس هذا مدته 3 أسابيع فكل ويكند راح نروح على مكان. ان شاء الله اليوم اول رحله وراح اخذ حذر معي. خلونا نشوفك مع الطريق. الجو اليوم احلى من ما فيه. انا لسه لابس الجاكيت اصلا. وكالعاده قبل اي خط لازم توقف عند ستاربكس. 104 miles continue straight. واخيرا رجعنا من جديد على ديترويت بس هالمره بالاحذيه. خلونا نشوف من ذبي قابل. الله الله جزين هذا قصي. السلام عليكم قصي. تو جاء من السعوديه وجالس على معه في بنزين. هاي الذبان لا تقول معلمتك. هذه كم الحين؟ وقع 21 66 سنت. يلا 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 يلا. قصي توا واصل امريكا تقريبا خذ له من 5 إلى 6 أسابيع. طبعا جاء من السعوديه ولا متعلم يربط الحزام. لازم تحشره شوي علشان يربط. خلي امك واخواتك يشوفوا لك. شو رايك في موعد حيدر يجي بسرعه صح؟ ايه. ما شاء الله حيدر وصلت بسرعه. 5 دقائق. الغد اليوم علي الربع. غداكم علي اليوم. خلي غصة يدفع اليوم. هتضبطني باجي بعد لي يا حيدر. ان شاء الله. يعني انت بندفع. لا ما بتدفع. ضبطني انت بس باجي بعد لي. انا ادفع عادي. السلام عليكم. والله احنا في مطعم يمني ولا ندري شو اسمه نطلع. فانتوا ساعدوني يا جماعه كتبوا سجستشنز في التعليقات. خلينا نشوف انتوا شلون تطلبوا. شو خل كمل ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ المفتاح طاحت. طيب خلهم طايحين على ما تخلص. يا جماعة الخير. الو. يلا اسمع فضلك. شوف والله احنا ترى في مطعم يمني مشوا هلا. بالعافية غصي. الله يعافيك. خليك بالوجبة. يو ما تكلم والله. شو رايك يا حيدر؟ والله تمام كل شيء تمام مع انه ما بعد انطق بس يلا. لا بتعجبك ان شاء الله. ان شاء الله. اقول لك العسل هنا. شوف شوف العسل طبيعي يا ابوي. شوفه. مرحبا. اليوم بتاكل على حسابي صدقني. لا اكلك اكل ما عمرك شفته يا حيدر. نشوف ان شاء الله. كفو عليك. ان شاء الله يطلع طيب. لا ما عليك طيب طيب ان شاء الله. صدقني ما تدفع يا غصي ولا ريال. ولا دولار. ولا دولار. ما تدفع بس. ولا دولار. خلاص شهر هو اللي بيدفع. ابشر علي علي. انا حلفت اذبح لك الذبيح يا قصه بس ما حصلت. ايه. تفضل يبط. عليك بالعافيه. عليك بالعافيه.
شوف الطعم يطلع من النظر يقول لك. صحيح. يلا بسم الله. بنعلمكم كيف اخليه يدفع. والله يا ولد. خليني انا ادفع، خليني انا ادفع غصب. لا والله لا. خليني انا ادفع. لا تبني انا ادفع غصب. غصب ايش فيك؟ والله ما تقصر يا قصي، فأنا أقول لك أدفع بس على راحتك، إذا تبي تدفع براحتك. الله على الشاي اليمني، والله مبروك وياك يا حيدر. يلا سلام، اركب المرسيدس. ما يبي يدفع حق الباركينج، حس إنه متحسف. يلا عادي عيال مطر، خلنا نمشي. يلا يلا مشينا. لكم ساعة يا أخوك جالس تدفع، ليش؟ تعلم قصي كيف يدفع. وين بنروح؟ النظارات. ليش؟ نشتري نظارة جديدة. كثيرون هم الذين يبثون اليأس في نفسك، تراهم وتسمعهم في كل وقت يطلبون منك الاستسلام، فلا تلتفت إليهم وامض في طريقك الذي ارتضيته لنفسك. شلونك في ترويت يا حيدر؟ لا حلو الشمس والله صدق، ولا تشد والله حلو. احسنك شلوخ يا حلو شلوخ انت يعني مو بحلو. اه يعني ما عجبك؟ يلا نمشي. اجل ايش تمشي؟